ترأس سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ترأس اجتماعها الأول، وذلك بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة. وأكد سموه أهمية العمل الجاد والمخلص في سبيل تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والرامية إلى تحقيق أقصى درجات التعاون بين مختلف الجهات للارتقاء بمنظومة العمل الشبابي والرياضي وتطبيق المبادرات الشبابية والرياضية بصورة متميزة. واطلع سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة على سير العمل في مبادرات وزارة شؤون الشباب والرياضة، وهي مبادرة تسليم مستحقات اللاعبين وما وصلت إليه من تقدم من الناحية الإدارية، ومبادرة 100 ملعب في فرجان قرى ومدن البحرين والإنجاز الذي تحقق للمشروع، بالإضافة إلى البرنامج الوطني فرص والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنجاح المشروع الرامي لتدريب الشباب. من جانبه أشاد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد بحرص سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة وعنايته بكافة تفاصيل المشروعات التي تنفذها وزارة شؤون الشباب والرياضة ومتابعته لتلك المشروعات وحجم الإنجاز فيها بصورة يومية، مؤكدا على أهمية واهتمام سموه بمتابعة مبادرات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.